يقول أرجو أن ترشدونا إلى عمل نعمله لهذا المريض الذي يصرع. جزاكم الله خيرا. عليكم أولا بالعلاج بالقرآن والأدعية والأوراد الشرعية، وأن تقرأوا عليه من القرآن خصوصا فاتحة الكتاب وتردد عليه، يقرأها القارئ وينفث على المريض، وكذلك نفس المريض يقرأ ويرقي نفسه بالقرآن والأدعية والأوراد، هذا من أنفع العلاج. ثم أيضا الذهاب إلى الأطباء الذين يشخصون الأمراض ويعرفون أو يتحرون الأدوية المناسبة لها. فعليكم أولا بالعلاج الشرعي بالقرآن الكريم والأدعية والأوراد الشرعية، ثم أيضا الذهاب إلى الأطباء الفنيين الذين يعرفون تشخيص الأمراض ويصفون لها الدواء المناسب لها. جزاكم الله خيرا، هل تنصحونهم بنوعية معينة من أولئك الذين يتعاطون الطب العربي كفالة؟ الذين يتعاطون الطب العربي على قسمين، طيب قسم منهم يستعملون الطب النبوي الوارد في الأحاديث، ويستعملون الطب المجرب المباح الذي ليس فيه محلول، فهؤلاء لا بأس الذهاب إليهم من باب اتخاذ الأسباب ممن عرفوا بحسن المعتقد والسلامة من الشعوذة والتعامل مع الشياطين. أما النوع الثاني فهم أطباء مشعوذون، يستعملون السحر، يستعملون الكهانة، ويستعملون أشياء خفية، يستعملون بالجن والشياطين، فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم ولا يتسموا بالأطباء الشعوذون. في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تكمل له صلاة 40 يوما، في رواية: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المشعوذون والدجالون والمحتالون لا يجوز الذهاب إليهم، لأن هذا إفساد للعقيدة وقد يفضي إلى الخروج من الدين والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.